اهلا وسهلا البنات، كثيري لبس ليكم كده ما صحات ما تكونوا بخير كده. اهلا وسهلا البنات، كثيري لبس ليكم كده ما صحات ما تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم مزيانه. المهم انا يا اليوم شنو مشيت درت، وصلت نواره. اوكي المهم مشيت وصلت، انا اللي معرني في الليفت كنهضر. وصلت نواره هي و صاحبتنا اخرى فاطمه، وصلتهم عند واحد صاحبتنا في الشارقه. ومن بعد مشيت للصالون، صراحة صبت طفاري، درت حمام مغربي، صبت شعري، قديت راسي. المهم من ان دو زاد حمام دار نورا سندريلا، فهاد ما هذا كنمشي لهم، كنت ساكنه هنا في الشارقه. فدابا قالوا لي والو والله ما ناكلو ما نتعشى حتى تجي نتيا. شوفوا البنات الصحبه كي دايره، ديري الحوت مع كنا جبنا انايا حدايا هذاك الاخر ديال الحوت تاع السمك، هذاك سوق السمك، فجبت منه تشاي والسردين. ونوار جابت العدس، كنت ما عارفين كانت فارضه، وانا قريت مصطفى ومر ايمان اللي جينا عندها تاي دايره السمك. يا اختي كيستناوني بالعشاء، وراني معطله لي مول 10 تاع اللي دابا. ايوا انتما معايا نمشي نطلعوا على نوايره والبنات. ايوا ايوا البنات هانتوما الحوت. المهم انت كنقول صحاباتي كيستناوني، صحاباتي اشنو خلاو لي صحاباتي؟ دابا دخلنا عليك بالله، ما اش منك علام الزينات كلها ممشى والله الا زوينه. نوره فضح، نوره نوره راه كيدير ديال الكاميرا. المهم الله يخليكم، شوفوا العدس العديسه ديال نواره. ايوا البنات من تعشينا جلسنا هاك بالك هاك بالك هاك بالك في الهضره، نسينا ريوسنا. دابا شحال لقينا في الساعه الجوج؟ قالت لك لاله مولاتي اللي عارضه علينا، قالت لنا نوضوا تجمعوا ريوسكم، نوضوا نديروا املوا. وانا وهي وهي هي هي من اكادير، ولكن شنو هذاك الشيء؟ مشي املوا الزميطه، املوا الزميطه ويلي املوا غير قلينا داك. وهادشي اللي يسخن شنو هو؟ هذا الشوفان اللي هربر، الشوفان بالحليب دايره لنا باش نتسحروا جوج ليل دابا هادي. المهم حنا جالسين بيتين عندها انا وإلهام ونواره وفاطمه. المهم حنا اليوم بيتين بيتين على 6 الصباح. ايوا البنات شوفوا هذا سحورنا، حنا تمشينا بشنو تسميتو، ولكن واحد خيتي دارت معايا لافوت، دارت طنجيه وما خلاولوش حقي. غدا صافي كيفك زربانه صافي اختي. المهم عشاوني بالحوت، خلاو طنجيه شو كياكلو، قال لك الزميطه بحر الضعافي. انت ضعيفه بحر الضعافي، انت كتغلط بحلو في العسل في الحمص، هذا خصو ياكل اللي مسكين ضعيف. ايوا البنات المهم حنا البارح بيتين عند مريم، كنا عند مريم ماشي عقلنا مع مريم، مريم راه في المغرب، بيتين عند ايمان. الصراحه ايمان هي اللي كتلمنا وهي اللي كتلمناه بالنا، ما نقولكش كتلم ولادنا هو صحاباتي كلهم مجموعين. حتى بنت مريم راه كاينه هنايا، واخا مريم ما كايناش بنتك اختي راه حاضره دايره لنا جو في الدار. المهم عندك ويلي ويلي شوفك هزه. ايوا هي هذيك البنات دارت لنا نظره مسكينه ايمان، جايبه معاها داك الشيء راس الحانوت وداك الشيء جايباته من المغرب ودايره لنا الرفيصه. يا سلام نواره يا اختي هي اللي باغيه الرفيصه، اش بغيتي عندنا يا نواره على الرفيصه في هذا الصيف؟ ايوا داك الشيء انا نوريكم. شوف 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 ايوا البنات الله يا اختي على رفيصه، الله 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 يا سلام، الله يعطيك الصحه يا ايمان اللي كتهز لنا بالنا وكتهز لنا كلشي. ايمان هانت وكنجيو نتشهاو عليها، ايمان ومريم الصراحه. شوف ونوره هي دابا هي اللي مشايه رفيصه، انا رفيصه الصالون ما كنقدرلهاش، كان كنشي دجاج بلدي يا سلام. يلا يلا نهز 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 معاك. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كي دايره صحات بنات تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم مزيانه اموركم عاليه. المهم انا هاد اليومين راني كنفيق معطله، انا ما عندي لا خدمه لا والو، كنوض معطله وكتخرجي غير البلكونه. واحد السيدي رطوبه كضربك ما يمكنش. المهم الجو عندنا زوين دابا، فقت درت قهيوه غنفطر وغنخرج، وهانتوما معايا. ناقصاني شحال من حاجه في الدار ضروري، خاصني بحال الخضرة وداك الشيء راه مباقي عندي، من الخبز والحليب وداك الشيء بزاف حوايج ناقصاني الدار يعني اللي ضروريين. غنمشي نخرج نتقداهم وانتوما معايا، نقلب لكم نوريكم واحد الجو. يا سلام ماشي المنظر، اما الاخر راه دابا هادي راه كترزق لك على اللحم ديالك. شوف البنات على الجو، بصح الرطوبة بزاف، شوف راه غتبان لكم في
السماء شتو اللي رطبه بزاف. ونوره كنت ساكن انا حدايا يا نوره، مشيتي وخليتيني بعيدت والله العظيم، غير حدايا في نفس المنطقه يعني، هي عجبان وانا عجبان، غير بعيدت بلاصه اكثر. ايوا شوفوا الجو. ايوا هادشي اللي كاين، دخلوا معايا شوفوا. القهوه تبرد مع المكيف، ما يمكنش تطفى. شوف التليفون كنحسو بزق، والله لا التليفون بزق. باقي خصني شحال من حاجه باغي نديرها في الدار، ناقصاني باغي ندير واحد المرايه هنا ضروري على قبل الخدمه، لا قبل التصوير وداك الشيء، خصني ضروري مرايه. ما عرفتش واش نديرها في هاد الجهه حدا التلفازه، بعدا راه تالفه ليا من البارح وانا كنقول، ولا نديرها هنا اون فاس، حتى انا اون فاس غتجي زوينه. شوفوا معايا شفتوا، ولا نديرها هنايا، لا انا عندي في البيت الداخل عندي هنايا البنات، عندي هاد المرايه شوف، عندي الضو ديالها ناقص بزاف هادي. شفتوا البنات هاد المرايه، شوفوا خضره الاضاءه والو، خضره الاضاءه والو. فاش كما شفتوا ما كتبينش اللبسه، ولا غتبين حوايج مزيان ما تبينش. فهنا عندي اضاءه زوينه في الصالون كما درت، هادو راك باقي كيزيدوا فيهم الاضاءه زوينين. يمكن غنديرها هنا، قولوا لي واش ندير حدا التلفازه المرايه كما كتشوفوا، ولا نديرها هنايا نقلع الطابله ندخلها للكوزينه وندير، لانني اوريدي ما كنستعملهاش بزاف، ونديرها هنايا الطال المرايه. ما عرفتش هنايا غتجيني زوينه حتى قبل التصوير، يمكن غيبقى يبان ورايا الصالون غتجي يمكن احسن. حتى هنايا كان يعني زوين هنايا الاضاءه ناقصه، نشوف حتى انا زوين كان الاضاءه شويه ناقصه. ما عرفتش، المهم نشرب كويس قهوه ضروري، كنفيق كويس قهوه وندير الرقية ضروري من القرآن، ضروري ضروري كل صباح ضروري من القرآن. المصبانة دي يا اختي كاشطي، دي الحوايج المصبانة وعين فاطمة قلت يلاه قلت ما كنخرج نمشي نتعشى في شي بلاصة. المهم انا نسيت عبايتي في شان، نازلة غي هكا، نازلة غي بحال الزماكة. يا ربي يكون محلول على الباب، لأن طلبت بلور قلت لها يلاه نمشي ناكلو شي ساندويش، والله ما مقدرش نطيب العشاء بيني وبينكم. الحمد لله لقيت الباب محلول، لالا دوره البنايه قريب فين كيحلو ممنوع. خاكك ما شاء الله راه كلشي هنا كاميرات، تخرمي طوموبيلتي بغيت ندير لها غير باركين والله ما لقيت. ويلي فيها تكاشت تقال، طيه كاع تكاشتي تصبنو، غنحطها غير اللور هنايا لانا غنعطيها للسيده. كان انايا حدايا مصبانات بزاف، ولكن يمكن يخرجوا ليش الحوايج مزيان، كيخرجوهم ليا حالتهم يعني، ما كيفينيوش تكاشط، وخا كنصبرهم انا بالبخار. شوفوا راه الليل بصراحه والله ما تخرجوا، خارجه بالليل راه ما نقدرش انا نخرج في النهار، الله حتى طيبي بالله. طوموبيلتي يا اختي فدوزت عليا هاد الايام الطوموبيل، ولا دوزتها عليا. ايوا البنات يلا جيت دابا عند فاطمه، فت عند السيده حطيت هاد التكاشط، لان هي كديهم ليا كتفيري في اللي كتقد لي كلشي ملي كتخدم معايا. ايوا هي هذيك، وجيت دابا عند فاطمه كتقولي لي جالسه تاكلي ايس كريم. صراحه كليت، خديت غير تشيكن دجاج بالصوص، خديته من برا وجيت ناكل انا وفاطمه كاع، ما خرجناش تشينا وانا شوفهم كي خارجه اصلا. راه المود ديال الصاد عندنا برا ما يمكنش، راه شي فوتات الشهرين عاد نقدروا نتنفسوا. ايوا داك الشيء دابا انت عارضه عليا كتقولي لي اجي اجي ودايره لي الايس كريم، هو حيت قلنا غنتعشاو برا وانت جايبه معاك العشاء من برا. ايوا نضي الشاج بالشي غفران، قول لهم كي دايرين لاباس عليكم. فما عامر، فما عامر كتاكل الايس كريم، واش تجيب لي الايس كريم؟ يامي 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 يامي، ما نقول لكمش على يامي يامي. ايوا البنات شوفوا الايس كريم، يا سلام شوف. راه بصراحه في هذا الصاد راه لقي الايس كريم والمبردات والحاجه المقليه وداك الشيء، زعما كاني قلت غنمشي نتقدى شي حاجه خفيفه للدار، صح والله ما تقديت. دابا غيكون سد داك شنو سميتو، داك اللي ما كيبان مكسر، شنو سميتو داك مطحنه هاشم. ايوا دابا راه الوحده تاع الليل يا اختي، بالصحه والراحه، مرحبا بكم تاكلوا الايس كريم.